يا حياتي. على فكرة يا طارق، احنا عندنا في مصر متابعين كل الحاجات اللي انت بتكتبيها للتي في، خصوصا مسلسلك الاخرين. كان اسمه ايه يا نانسي؟ كان اسمه ايه؟ كان اسمه طعم الحب. ايوه طعم الحب، كان عمل يجنن. والدكتورة كم حتة سكر؟ ثلاثة. خليهم أربعة عشان الشاي ده يبقى حلو زيك، ولا برج الحمل ما بيحبش السكر؟ لا لا، وانت شو عارفك انه برج الحمل؟ جمالك ورقتك بيقولوا كده. يسلمون يا قمر يا. وجميلة الجميلات عليا كم حتة سكر؟ أنا واحدة بس. آه عشان الدايت. غريبة قوي، مع إن جسمك عامل زي جسم المانيكان. اتفضلي يا طن. يسلموا ايديك يا حبيبتي. وده بقى فنجان شاي حبيبة قلبي طن طرن. اتفضلي، وحتتين سكر زي ما انت بتحب. شرفت ونورت. على فكرة يا طن، انا جوه، لو عاوزتي حاجة قولي جزر جزر، هتلاقيني عندك على طول. قلت لنا شو هان؟ البنت بتاخد العقل؟ ده انت اللي قمر يا قمر. حبيبة قلبي شو هان؟ بتعرفوا حاسة حالي عم شوف فيلم مصري لأنه روجي ونعي معاك، بس للأسف رح كمل أطيب فنجان شاي بشربه بحياتي وأحمل حالي وأروح على المشفى لأنه عندي منور.